بسم الله الرحمن الرحيم. أعزائي طلبة وطالبات الصف الثالث الثانوي، أهلا وسهلا بكم. موعدنا النهاردة إن شاء الله مع الفيديو اللي هيتكلم عن خصائص التيار الكهربي. فإحنا معانا النهاردة في خصائص التيار الكهربي، أول خاصية التيار الكهربي، إحنا عندنا 3 خصائص، نمرة 1، 2، 3. أول خاصية اسمها شدة التيار الكهرباء، يبقى دي الخاصية الأولى اللي هي شدة التيار الكهرباء. الخاصية الثانية اللي هي فرق الجهد الكهرباء. الخاصية الثالثة اللي هي المقاومة الكهربية. نمسك واحدة واحدة كده ونبدأ نتعرف عليها بالتفصيل. أول خاصية منهم اللي هي شدة التيار الكهرباء، عايزين نعرف إيه هو المقصود بشدة التيار. أنا بعتبرها زي الزحمة، يعني في زحمة في الشحنات على مقطع الموصل، وهنعرف الكلام ده بالتفصيل مع الرسم والفيديو. لكن لما نيجي نشوف بقى المصطلح العلمي لشدة التيار الكهربي، بنقول هو كمية الشحنات الكهربية التي تمر عبر مقطع الموصل في الثانية الواحدة. يبقى كمية الشحنات الكهربية بالكولوم اللي بتمر في مقطع الموصل في الثانية. عايزين نشوف بقى احنا لما نتعرف عليها دي هنتعرف عليها ازاي. اول حاجة انا لو كنت جبت ايه، لو انا جبت موصل، الموصل ده انا روحت عملت فيه زي ما عملنا الحصة اللي فاتت، عملنا فيشة وبريزة وبدأنا نمرر فيه التيار الكهربي، هيحصل ايه؟ هتبدأ تمر شحنات كهربية في الموصل. هنجيب واحد من زمايلنا ونوقفه فين؟ ونوقفه على حرف الموصل هنا كده. خلي بالكو اللي هيقف هنا اوعى يقع. نعمل ايه؟ نبص على مقطع الموصل ده ونقول له احسب في خلال 1 ثانية مر عليك كم الكترون؟ هيعد يقول لي في خلال 1 ثانية مر عليا 1، 2. يبقى معنى كده انا عندي 2 الكترون مروا في مقطع الموصل ده في 1 ثانية. طيب نيجي نشوف ايه الحالة الثانية، لما تبقى الزحمة كتير يعني شدة التيار اكبر، هنعمل ايه؟ هنوصل برضو نفس الكلام ونشوف ايه اللي هيحصل مع زميلنا اللي هيبقى فين، اللي هيبقى واقف هنا، ونقول له تعالى اقف هنا وشوف ايه اللي هيحصل في 1 ثانية. هيجي يعد ويقول الشحنات اللي مرت عبر مقطع الموصل في الثانية الواحدة في 1 ثانية عايزين نشوفها كام، 1، 2، 3، 4، 5، 6، 7. يبقى هيقول لي انا عندي 7 الكترون مروا عليا من هنا. هقول له طيب انا عايزة ال7 الكترون دول اعرف كل واحد فيهم شايل كولوم، شايل شحنة قد ايه. هيقول لي كل واحد الكترون شايل شحنة كهربية مقدارها 1.6 × 10^-19 كولوم. هقول له معنى كده ان مين في المقطعين او مين في السلكين دول، الاي ولا البي، هو اللي عنده شدة تيار اكبر. يقول لي اكيد طبعا في البي. اقول له ليه؟ يقول ان عدد الشحنات اكبر وكمية الشحنات اكبر. يبقى معنى كده ان فعلا لما يبقى فيه زحمة في الشحنات في مقطع الموصل في الثانية الواحدة، يبقى معنى كده ان شدة التيار كبيرة. نرجع تاني، يبقى شدة التيار هي كمية الشحنات التي تمر عبر مقطع الموصل في الثانية الواحدة. لما نيجي نشوف كمية شدة التيار، electric current intensity، يبقى اول حرف منها حرف الاي. طيب بتساوي كمية الشحنات كوانتيتي اللي هي الكيو، طيب في الثانية الواحدة اللي هو التايم، يبقى الاي بتساوي كيو على تي. لكن في حاجة مهمة، افرض ان انا ما عنديش الكيو، ما ينفعش اجيبها؟ اه ينفع. طب ازاي؟ هقول ان الكيو اللي هي الشحنة الكهربية دي كلها بتساوي عدد الالكترونات في كل واحد شايل كام، يبقى عدد الالكترونات في شحنة الالكترون الواحد. يبقى معنى كده ممكن اقول ان الاي بتساوي الان ومضروبة في الكيو اي اللي هي شحنة الالكترون اللي هي 1.6 × 10^-19 كولوم، وكل ده مقسوم على مين؟ مقسوم على الزمن.
يبقى انا كده قدرت استخدم التعريف بتاع شدة التيار علشان اعمل ايه؟ علشان احسب كمية الشحنات الكهربية او عدد الالكترونات. في حاجة مهمة هنا كمان، ايه هي؟ انا عندي شدة التيار الكهربي بتقاس بايه؟ بتقاس بوحدة اسمها الامبير. طيب عايزين نعرف ايه هو الامبير، اروح بقى عند شدة التيار اقول لها انت بتقاسي بمين؟ تقول بالواحد امبير. اسأله انت مين يا امبير؟ يقول انا شدة التيار بس امتى؟ يقول انا شدة التيار بس امتى؟ لما تكون كمية الشحنات بواحد كولوم ولما يكون الزمن بواحد ثانية. نيجي بقى نعرف الامبير، نقول عليه هو شدة التيار الكهربي المار في موصل الناتج عن مرور كمية من الشحنات الكهربية مقدارها واحد كولوم في الثانية الواحدة. ده تعريف الامبير. نيجي عند حاجة تاني اللي هو ايه؟ اللي هو كمية الشحنات. هو ممكن يسألني يقول لي ايه المقصود بكمية الشحنات الكهربية؟ نقول له بسيطة قوي، هو انا لما اجي اعرف شدة التيار بقول عليها هي كمية الشحنات. طب لما اجي اعرف كمية الشحنات ابدل معاها شدة التيار، يبقى كمية الشحنات اقول عليها شدة التيار التي تمر عبر مقطع الموصل في الثانية الواحدة. سهلة جدا. نيجي عند الوحدة بتاع كمية الشحنات اللي هي مين؟ اللي هي الكولوم. لما نيجي نشوف الكولوم نقول عليه هو وحدة القياس يعني بتاع كمية الشحنات الكهربية. طيب عايزين نجيبه، هنجيبه من القانون، هنقول الاي بتساوي كيو على تي. يبقى معنى كده ايه؟ ان امتى الكيو بتساوي واحد كولوم؟ لما يكون الاي بواحد امبير ولما يكون التي بواحد ثانية. يبقى معنى كده ايه؟ يبقى معنى كده احنا عايزين نعرف الكولوم، نقول عليه انت مين؟ يقول لي انا كمية الشحنات الكهربية امتى؟ لما يكون التيار اللي مر في السلك واحد امبير في واحد ثانية. يبقى هنقول كده على الكولوم نقول عليه هو كمية الشحنات الكهربية المارة في موصل يحمل تيار مقداره واحد امبير في الثانية الواحدة. ده اللي هو ايه؟ ده اللي هو الكولوم. شدة التيار بتقاس بالأميتر، يبقى الجهاز اللي بيستخدم لقياس شدة التيار اسمه الأميتر. الأميتر بيوصل على التوالي في الدايرة الكهربية. لما نيجي نشوف الدايرة البسيطة اللي بتتكون من أميتر هنلاقي شكلها عامل كده، أميتر ومفتاح وبطارية بس كده. لما نقفل المفتاح يبدأ التيار يمر، وده اللي هو ايه؟ الدايرة الكهربية البسيطة. في حاجة صغيرة كمان عايزين نعرفها. في الاول احنا نشوف فيديو بيبين لنا طريقة حركة الشحنات في الدايرة او في شكل الدايرة البسيطة، وبعد كده ناخد امثلة على حل المسائل على القانون اللي معانا.
في المثال اللي معانا بيقول اذا كانت شدة التيار المر في موصل 1.5 امبير، يبقى الاي ب1.5 امبير، فان كمية الكهربية التي تمر في الموصل خلال دقيقتين بتساوي نقط كولوم. يبقى هنقول كده اي بيساوي كيو على تي، ده القانون الاصلي، وانا عايزاك تحفظ القانون بصيغة واحدة بس، عشان بعد كده لما تجيب كذا صيغة هيزود عليك القوانين، وفي نفس الوقت ممكن تجيبها غلط. يبقى الاي بتساوي كيو على تي. هو طالب مني ايه؟ هو طالب مني كمية الكهربية، يعني عايز الكيو. هقول له بكل بساطة يبقى معنى كده ان الكيو بتساوي اي في تي. هو جايب لي الاي، جايبها بكام؟ جايبها ب1.5 امبير. طب وجايب التي؟ جايبها بدقيقتين، يبقى دي الدقيقتين. ينفع كده؟ لا. طب ليه؟ لان الدقائق ليست وحدة دولية لقياس الزمن، امال الوحدة الدولية ايه؟ الثانية. يبقى لازم نحول الدقيقتين دول الى ايه؟ ثواني. طب كل دقيقة فيها كام ثانية؟ فيها 60، يبقى 2 في 60، يبقى ده هيساوي الصفر هيروح مع العلامة، يبقى 2 في 15 ب30 في 6، يبقى 180 كولوم. دي الإجابة الصحيحة اللي هي نمرة جيم. السؤال اللي بعده بيقول عدد الإلكترونات التي تمر بنقطة ما في موصل. يبقى هو طالب إيه؟ عدد الإلكترونات اللي هو N التي تمر بنقطة ما في موصل في زمن قدره 1 ثانية، يبقى ده التي. إذا كانت شدة التيار بهذه النقطة 20 أمبير، علما بأن شحنة الإلكترون 1.1×10^19 كولوم، يبقى بكل بساطة كده هنقول له برضو القانون الأصلي بتاعنا I بيساوي كيو على تي. طب احنا ممكن من نجيبها خطوة واحدة على طول، بدل ما نجيب كيو لوحديها بتساوي ان ايه وبعدين نقسمها على تي. يبقى ان كيو ايه اللي هي شحنة الالكترون على تي. نرجع بقى للكلام اللي هو طالبه. انت طالب مني مين؟ يقول انا طالب عدد الالكترونات اللي هو الان. هقول له طالما انت عايز الان يبقى سهل احط مقام هنا 1 واضرب طرفين في وسطين. يبقى كده انا عندي ال n بقت تساوي مين؟ بقت تساوي i في t على شحنة الالكترون اللي هي ال QE. نيجي نشوف بقى ال i بكام؟ ال i ب20، وال t بكام؟ 1 ثانية، على ال QE بكام؟ 1.6×10^19. نيجي نشوف بقى لو انا عندي العلامة دي هتزود 1 على السالب اللي هنا يبقى موجب، يبقى سالب 19 وسالب 1 بسالب 20، لما يطلعوا فوق يبقى موجب 20، يبقى 10^20. طيب مضروبة فيه هنا هيبقى 16، عشان احنا خدنا العلامة. يبقى 16×4 فيها 4، و20×4 فيها 5، 5×4 فيها 1.25، يعني 1.25/100 × 10^20 الكترون. يعني في العدد عدد الالكترونات ب1.25/10^20 ايه؟ الكترون، اللي بيمر في الثانية الواحدة في الموصل بتاعنا. الى هنا ننتهي من الفيديو ده، وان شاء الله نبقى نكمل خصائص التيار الكهربي في الفيديو الجاي. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.